التحية لكم، بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد مختار. سيادة الوزير أشرف سلمان، مساء الخير على حضرتك أولا. مساء النور أحمد بيه، وحشنا، إزاي حضرتك؟ حضرتك والله يا فندم. بعت الفلوس الأستاذ مختار قال إنه بعته خلاص. يا فندم إحنا ما بنعملش حاجة، أولا دي جهة تابعة لوزارة الإسكان، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، أنا يعني حتى كلمة تبرع أنا لغيتها، وكلمة مشاركة هي الكلمة الصح، وكلمة مساهمة هي الكلمة الصح، لأنه ده مسؤولية اجتماعية على كل الشركات الاقتصادية كانت عامة أو خاصة. دي في الوقت اللي احنا فيه دي مسؤولية اجتماعية. احنا بنشوف التناغم اللي فخامة الرئيس بيشتغل بيه هو ورئيس الوزراء والوزراء المعينين كلهم. الحقيقة الفترة اللي فاتت دي كلنا اعتقد ان احنا كنا فخورين جدا بإدارة الأزمة، وفخورين وكلنا ثقة انه إدارة الأزمة اديرت بشكل احترافي، وعلينا احنا بقى الباقي لو نقدر نشارك باي شيء. احنا بنتكلم على كام؟ 10 مليون ولا اكتر؟ 10 مليون يا فندم. 10 مليون. طيب دي مساهمه من حضرتك او من الشركه لصندوق تحيا مصر؟ بالظبط يا فندم، ده قرار مجلس اداره الشركه للمساهمه مع صندوق تحيا مصر في الجهود اللي بيبذلها من اجل الاجراءات الاحترازيه لمرض الكورونا. احنا لما احنا بندعم تحيا مصر احنا بنستهدف ايه تحديدا؟ لانه هذا الصندوق النهارده بقى زي ما نقول كده، لما يبقى عندك اي مشكله او اي حاجه بتقول سياده الرئيس تحيا مصر، 100 مليون هنا، مليار هنا، دعم هنا، يعني ايه الهدف كمان؟ ان احنا عايزين كمان هذا الصندوق يكون فيه يعني حصيله كبيره على اللي موجوده فيه دلوقتي. الحقيقه خليني اقول زي ما محمد بن مختار قال، انا يعني يمكن شهادتي مجروحه لاني كنت الرئيس التنفيذي للصندوق الاسبق. واعلم جيدا كيفيه واليه عمل الصندوق. نمره واحد، الصندوق ما عندوش مصاريف تقريبا، على عكس كل الجهات الاداريه الاخرى اللي بتشتغل في مجالات العمل المدني. الصندوق تقريبا ما عندوش اي مصاريف. نمره اثنين، الصندوق بيستهدف دائما الطريقه القصيره والطريقه اللي يبقى فيها زي ما بيقولوا مانوفرنج. يعني النهارده احنا بنشتري اجهزه تنفس، بيروح لمين يشتري اجهزه التنفس؟ بيروح لهيئه الشراء الحكوميه في القوات المسلحه عشان تقدر تجيب افضل اسعار لاجهزه التنفس. الشراء الموحد في القوات المسلحه بيشوف رجال الاعمال اللي لهم صلات بجهات دوليه بره تقدر تجيب الاجهزه دي بسرعه، وبالتالي سرعه التنفيذ، سعر التنفيذ، ووقت التنفيذ، الثلاثة الحقيقة بيتوافروا في حاجة مثل زي ده. لو النهاردة بنقول القرى المتضررة من السيول، فالصندوق الحقيقة عنده حصر تام وتحتيه كل الجمعيات المدنية، وعارف مين الجمعية المدنية اللي بتشتغل في أنهي قرى أقوى من الأخرى، وبالتالي يقدر النهاردة يصل إلى كل القرى المتضررة بشكل واضح وبشكل سريع وبشكل شفاف. وبالتالي النهاردة اي حد بيحط جنيه في الصندوق يثق تماما ان الجنيه ده مش بيتعمل بيه شغل بالجنيه، ده بيتعمل بيه شغل ب10 جنيه. ومن هنا الصندوق بيقدر يعمل اعمال كثيره جدا جدا بالموارد اللي بيقدر يلمها. وطبعا لينا في القصه دي عده حاجات في القرى المتضرره زي ما قلنا من السيول. سابقا لو نتذكر العشوائيات، الصندوق ساهم بشكل قوي جدا في موضوع العشوائيات، بيشتغل من خلال جهات حكوميه، بيشتغل من خلال جمعيات مدنيه، بيشتغل من خلال بنوك، بيشتغل من خلال رجال اعمال. فالحقيقه الصندوق قايم بدور واليه قويه جدا، ما اعتقدش ان هناك جهه في البلد بتقدر تعمل اللي بيعمله الصندوق. هل بصراحه مشروعاتكم شركه تأثرت خلال الشهرين ثلاثة اللي فاتوا، ولا لو اتكلم على العالمين بتكلم على أماكن أخرى، ولا الأمور ماشية شغالين؟ بص أحمد بيه، أكيد خلينا صراحة، أكيد طبعا تأثرنا بالذات الشهر الماضي ده، لأن في إجراءات احترازية عديدة. احنا النهاردة بنشتغل في الشركة ب 25% من طاقتنا، لكن احنا بنقول إيه، أهم حاجة في المقام الاول زي ما قال فخامة الرئيس، اهم حاجة الشعب المصري والمواطن المصري وصحته. لو صحة المواطن المصري جيدة يبقى هنقدر نعوض اي حاجة فاتتنا، وهنقدر نعوض اي شهر قعدناه في البيت واي شهر عدى مننا بسهولة ان شاء الله. ففي المقام الاول صحة الشعب المصري. ويمكن من هنا بقى نقدر نشوف الرؤية،
برنامج اللي اتطرح منذ عدة أشهر من الرئيس وهو 100 مليون صحة، اللي الحقيقة العالم قدر جدا جدا اهتمام دولة زي مصر بصحة 100 مليون مصري. البرنامج ده النهاردة عارفين بنعرف فايدته، النهاردة وإحنا في ظل وباء دولي زي ده النهاردة بنعرف فايدته، لأن إحنا بدأنا نعمل فحوصات على عدد كبير جدا من أفراد الشعب المصري بدري جدا. ده طبعا رؤية جيدة جدا من فخامة الرئيس ومن دولة رئيس الوزراء، بالإضافة إلى يعني عمل جاي من القلب إلى القلب، فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيوفق. بشكرك شكرا جزيلا الوزير أشرف.